السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل بخير الصحه والعافيه والكرم. السلام عليكم يا الخير يا الكرم. منورين ومشرفين على قناه سبيس تي في. فيديو النهارده زي ما شايفين النهارده هرد على اسئله ناس كتير جدا سالتها لي على ask.fm. بقالي كتير ما بردش على اي اسئله على الموقع ده بالذات، فقلت يلا افتحه. وبرده قررت بحاجه مهمه جدا ان انا مده الفيديو هتبقى على حسب ما البيتزا تخلص، لان بصراحه مش هضحك عليكم، انا واحد من الناس شايف ان انا كلبزت وخدودي كلبزت خلاص وبقيت شبه البلدوج. فقررت ان انا اعمل حاجه مهمه جدا ان انا اعمل رجيم من بكره. فقلت ايه اكتر حاجه نفسي فيها وبحبها انا شخصيا هي البيتزا. فقلت جبت ايه باتنين ثانيه كده واحده. فقلت اجيب بيتزا زي ما انتم شايفين. اوكي قلت اجيب بيتزا اكسترا لارج، اجيب اتنين ويعني هيبقى اتحاد الانتقام. انا ما جبتش حاجه والله العظيم، اقسم لكم بالله فعلا انا ما جبتش حاجه من الصبح ماشي. فقلت اجيب اتنين واكل بقى براحتي. جبت واحده فور تشيز، اربع انواع جبن اسمها كاتر فرماج، والثانيه زي ما انتم شايفين اسمها اورينتال بالسجق ومش عارف بيض شبهي قوي وحاجات كتير كده. فقلت ان انا هعمل كيو ان دي واقعد بعد كده ارد عليهم لغايه ما اشبع او لغايه ما البيتزتين يخلصوا، عشان انا هاكل كله النهارده ومن بكره يكون في رجيم صارم جدا. فيلا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده فرقنا البيتزا عن بعضيها عشان نضرب وناكل على طول. نجيب الاول اسئله. questions. صبري انا لسه بديت في يوتيوب، ماليش دعوه. صبري هو سيدي، ماليش دعوه. اول سؤال عدل. صح يا باشا انت مش ناوي تيجي مصر؟ والله ايه، انا ناوي اجي مصر بس خلص البيتزا الاول. واحد بيقول لي يا صبري انا لسه شاري سي اس جو جديد وشغاله، بس بيحصل حاجه غريبه، الشخصيه بيجي لها حاجه زي بتجري بسرعه كده والسلاح بيضرب كتير وبسرعه زي الهكات. ارد عليك اقول لك ايه؟ يعني انا بذمتك يا زينب بيزا ارد عليك؟ تهبل يا ابني، روح يا ابني ربنا يسلمك. اعمل الصح. يعني اعمل ايه؟ اعمل الصح. انا سمعتك، اعمل ايه بقى؟ اعمل الصح. يا ارجوك قول لي حاجه مفيده. واحد بيقول لي العمود عندك طول قد ايه؟ خمسة متر. انت يا صبري حسيت ان وجودك راح على الفاضي لما رحت الحمام بعد ما هاكل بيتزا. مجهودي راح على الفاضي، هيروح خلاص. ابو حنان نازل بيقول لي في حاجة بتكرهها فيك. انا بكره في نفسي لساني طويل، ما بعرفش اسكت. فكرتوني ليه؟ واحد ابن حلال جاي يقول لي حبيبي يا صبري انا جاي سنه معاك بس. بص عليك يا حبي. ازيك يا صبري؟ انا عايز اقول لك ان اول مره بتابع حد كده وبجد ممتاز، واستمر وسيبك من اي حد بيقول لك كلام اهبل. ربنا يبارك لك يا غالي. طب انت مقتنع باللي انت بتعمله؟ انا محمد من مصر، تحيه ليك. انا عايز لو تبعت لي الاكونت بتاعك بي اس 4 عايز اضيفك. وراقبك فيه عشان اكسبك. انا عايز اقول لك حاجه يا محمد، انا بحبك بس المشكله ان انا عندي خلاص البي اس 4 ما بقاش اقدر اعمل اد لحد، لان انا خلاص الماكسيمم فريند ريتش وصلت لغايه اكبر عدد في الفريندز، فمش هقدر اعمل بجد اد لحد خالص. واحد بيقول لي ويخ 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 ويخ، ده سؤال مش عارف ارد عليه. اقول له كده يعني يو القطري ده داخل فين؟ واحد جاي يعمل دعايه عندي سبحان الله، يقول لي هاي ازيكم يلا عايز لايكس. بيقول بمناسبه اني هرجع افتح تاني، واللي عايز يعمل قشطه عادي يعني، اتفق اعلان في كل حته واشترك في قناتي. وانا اشترك؟ لا ده جاي يعمل حتى في الاسئله اعلان. هنا على الامه هنا على شكلك. هي بقى علي. واحد بيقول لي يا صبري لو الواحد عايز يبقى جيمر ابدا في بي سي جيمنج ولا بي اس 4؟
انا واحد من الناس اول ما بدات بالاكس بوكس 360 واحد بيقول لي صابري روح الجيم عشان تخنت دخنك ده انت اتغيرت شكلك اتغير خالص انت تهتم بنفسك وقبل ما تهتم الناس وشكرا مستمر بكل جديد والله العظيم انا برضو شغال على الحكايه دي زي ما انت شايف بحاول اعمل جيم ان شاء الله من بكره هبدا جيم واحد بيقول لي السريخ بتاعك في الالعاب الرعب ده بجد ولا بتهزر والله مش عارف اقول لك ايه انا من النوع ان واحد لما بيجي العب العاب رعب بخاف وسبحان الله لما اتفرج على افلام رعب بخاف بس ما اعرف ربنا خلقني كده بجد مش عارف ممكن يكون ده ربنا يعني مفيش انسان فينا كامل كمان الا وحده واحد ابن حلال بيقول لي نشترك فين اول واحد اسالني ان نفسي ايه النفسي دلوقتي ان لو كان معايا دلوقتي ازيت حاجه ساعه كنت بلعت بيها لان البيلز بدات تقف في زوري صبري انا بحبك قوي ما اقولكش نقعد نضحك قد ايه انا واصحابي واحنا بنتفرج عليك انا معجب بشخصيتك جدا ونزل تكرهك دي بتكرهك ازاي انا حبيتك من فيديو السيد الحنين مع ان فيديو السيد الحنين ده عمل تناقضات كثيره جدا بس الحمد لله ان هو عجبك فممكن تدخلني في اي جروب على الفيس تعالى معلم تنور هتلاقيه موجود في الفيديو ديسكريبشن جروب سوق جيمر تنور او على اي حاجه عشان نفسي العب معاك انا بدخل دايما على تيم سبيك تقدر تدخل في اي وقت تعمل لي جوين والله العظيم تنور انا بلعب مع الناس كلها والناس كلها عارفه الحكايه دي في تيم سبيك من اصحابك اللي شد من عجبك سر وتقول ربنا يبارك لك يا عم انا مش اسطوره ولا حاجه انا عادي زي واحد بيقول لي ركز معايا يا صبري علشان ده سؤال 5 في 1 انت عندك كام سنه 30 ايه اكلتك المفضله استنى ناخد لي قطمه والله البيتزا من قدوتك بالدال بس مفيش مشكله المفضله جيني سينس يا معلم ده قدوتي المفضله ده بصراحه اللي بشوفه بالنسبه لي هو اللي نفسي امشي على خطاه اه راح بقول انا عايز العب كل دي بتوت 3 وبتحداك فيها انت تكسبني عادي جدا انا ما بتحداش حد يعني انا اصلا نوب في كل اللعب انا عايزك تروق كده وتهدى وما تقرفناش معاك لان احنا اساسا قرفانين ومخنوقين احنا هنا في سله واحده فما فيش اي وقت حد ينط من السله دي دلوقتي هو انت ليه ما سبقتش حواجبك العبوه كانت صغيره اصلا تعبونا بام البيتزا والله بيتزا رب تخلص ما فيش اسئله عدله صبري بيقول لي صبري انت منين رديت على السؤال ده كتير انا من اسرائيل وموجود مولود في تل ابيب ما تقولش لحد Do you speak انجليزي I speak انجليزي very best I am donkey 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 يعني مش donkey نص نص اللي هو مخطط لا donkey donkey فظيع ما تزعليش من مصري اصله بيتكلم امريكاني ومالوش في الانجليزي اه عشان كده attention طب هو جاي اقامه ولا جاي فيزيتور قول لي جاي ايه اوكي نزل ايدك بتزلق ولا انا خلصت انا بطني هتنفجر اه والله العظيم مش قادر واحد بيقول لي يا صبري انا عايز اسالك هو انت ازاي بتنزل جيمز اون بي سي بنزلها من فوق لتحت هتقول الكلب ده هتقول على مكتبي واحد تاني بيقول لي يا صبري ازاي زودت فيورز والسبسكرايبرز بتوعك على القناه بص هتلاقي دلوقتي زي بوب ابس طلعت لك دلوقتي tips and tricks ازاي يعني تتطور في يوتيوب وتعمل ايه وكده اهو خطوات عندك فيديوهات اتفرج عليها تفيدك قوي والله مش قادر هموت واحد بيقول يا صبري بالله عليك لو تقدر تقابلني وانا اجي لك تديني فلاشه عليها جي تي اي 5 واجي لي فلاشه فلاشه يا ابني جي تي اي اولا 60 جيجا ولا حاجه 60 جيجا الفلاش دي اللي هتكفي جي تي اي وكمان عايش في فرنسا وانت في مصر هنتقابل ازاي؟ في بلجيكا؟ اه مين ده؟ ده كلاوي جينيوس الشقة الجينيوس اه قوم يلا اعمل لنا شاي سكرك قد ايه؟ اجري واحد بيقول لي انا ليه اسبوعين انا ليه تقريبا اسبوعين بدات اتابعك اخويا صبري واحب اقول لك استمر وما عليك من المستغل المثالية هم متعودين يسمعوا كلام قذر من الاجانب بس من عربي حتى وهو ما يسب ولا بيقول كلام وحش استنكروا الشيء هذا استمر نحب اتابعك والله يساعدك بقد ما تحتاج شكرا لك يا اخي بس انا احب اقول لك على حاجه انا بقيت من الشرق معايا
بقيت اتكلم على راحتي خالص، واللي متقبلني زي ما انا هيتقبلني، واللي مش هيتقبلني وعايز يغير مني روح لاي حد تاني عادي مش فارقه معايا. انا مش بعمل كده عشان اكسب، انا بعمل كده عشان اهرج واضحك، ولا فارقه معايا خالص بصراحه. انا كنت عايز يعني اكمل الاسئله وكده هو، بس طبعا زي ما انتم شايفين بجد والله العظيم انا قفلت خالص جدا. اكلت البيتزا قرنيه كامله، والبيتزا التانيه زي ما انتم شايفين اكلت منها حته والحته التانيه نصها، ومش قادر بصراحه جبت جاز. اتمنى كل الفيديو عجبكم طبعا ان شاء الله، بدايه من بكره باذن الله رب العالمين الرجيم لازم يبدا. اسيبكم على خير، وان شاء الله لو الفيديو عجبك ما تنساش تسيب لي كومنت او لايك، تقول لي ايه رايك في الفيديو، وتسيب لي لايك بجد الحكايه دي بتدعمني. اشترك لو انت مش مشترك، تنورني وتشرفني بعيد سابريتوس. ابقى اديك باقي البيتزا، او المره الجايه لما اجيك بيتزا هبقى عازمك عليها ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه انت راك فين؟ الفيديو خلص بس احنا اللي اتفقنا عليه ما عملتوش. اللايك بتاعك بقى يا معلم انت عارف اللي فيها، اشترك وسيب كومنت قول لي على اللي انت عايز تقوله بقى، عجبك الفيديو ولا ما عجبكش، شيل اصحابك، حب قلبي وهبوسك.